بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستأنف مع كتاب بيان لي ريكومبوندر. إذن في هذه الفقرة سنرى لا لتر إغ. في هذه الفقرة سنرى لا لتر إغ إي لا لتر إ. لا لتر إغ إي لا لتر إ. هذه بالكتابة المتقطعة كما نلاحظ. هنا عندنا الكتابة اليدوية. إذن طبعا نكتب هكذا. إذن عندنا لا لتر إغ هكذا. إلى غير ذلك إلى غير ذلك. على كل حال كما نلاحظ هنا عندنا الخط يكون دقيق في هذا المكان، ثم نضغط على القلم هنا، وعند هذه الانعراجية يكون عندنا أننا لا نضغط على القلم. بعدها عندنا لا لتر أ. طبعا لا لتر أ كما نلاحظ كأننا نقوم بقوس هنا هكذا. إذن طبعا نتكلم عن لا لتر إغ إي لا لتر أ تماما كما عندنا في كلمة غني غني. إذن عندنا إغ أ تنطق غ غ إغ أ تنطق غ. ثم عندنا إن أ أكسون إيغي إن أ أكسون إيغي. طبعا هذا الأكسون تسمى أكسون إيغي. إذن عندنا N E أكسون إيغي. إذن هاد N E أكسون إيغي تنطق ني ني، لأن E أكسون إيغي لا تنطق مثل E. طبعا E بدون أكسون تنطق E كما عندنا هنا مع R تعطينا غ. طبعا هنا عندنا E أكسون إيغي هذه وحدها تنطق إي تنطق إي. إذا نقول أي على عكس ملي تتكون عندنا أكسون غراف طبعا ننطقها أي يكون فيها بعض التمديد. إذا عندنا هنا إن أكسون إيغي تنطق ني إن أكسون إيغي تنطق ني ني، لأن أكسون إيغي كما قلنا تنطق أي. إذا أضفناها لإن الاثنين ننطقهما ني ني غ ني غ ني. لو مو غني كومبرون لا سيلاب غ غ. كلمة غني تتضمن المقطع اللفظي غ غني comprend la syllabe R. Après, on a Rémi. بعدها عندنا كلمة Rémi. René, c'est le des deux enfants. إذن René هو واحد من الطفلين. René, c'est le des deux enfants.
إذن روني هو واحد من الطفلين. ألوغ كريمي إي لوتر أنفون. بينما ريمي هو الطفل الآخر. إذن روني هو واحد من الطفلين. ثم ريمي هو الطفل الآخر طبعا. إذا كان هذا هو روني فهذا هو ريمي. وإذا كان هذا هو روني فهذا هو ريمي. إذن طبعا كما تلاحظوا بأن عندنا هنا أكسون إيغي. أكسون إيغي. أكسون إيغي. بعد أن تنطق ني. ننطق الإثنان ني. أكسون إيغي. بعد أغ ننطق الإثنان غي. ني غي. ني غي. ثم بعدها عندنا أن إي. تنطق مي. إذا ننطق الجميع غي مي. غي مي. إذا كما تلاحظوا بأن أ أكسون إيغي لا ننطقها أ بل ننطقها إي كما عندنا هنا. ولكن لا ننطقها مثل إي بل ننطقها إي. إي إي. إذا عندنا هنا غي مي. غي مي. غي مي. Le mot Rémi comprend la syllabe Ré. Le mot Rémi comprend la syllabe Ré. كلمة Rémi تتضمن المقطع اللفظي Ré. كما تلاحظوا. Et enfin, on a Miro. Miro, Miro, c'est le nom du chien. Ce chien que nous voyons avec les deux enfants s'appelle Miro. هذا الكلب الذي نراه مع الطفلان يسمى ميرو. Ce chien qui accompagne les deux enfants s'appelle ميرو. إذن هذا الكلب الذي يرافق الطفلان يسمى ميرو. Le mot ميرو. Le mot ميرو. كلمة ميرو. Comprend la syllabe ro. Le mot ميرو. Comprend la syllabe ro. كلمة ميرو تتضمن المقطع اللفظي رو. أبخي كيس كنا يسي. بعد ماذا عندنا هنا؟ بيان سور كوم نو فويون اون تخوا زو. اون تخوا زو افيك تخوا زاكسون ديفيرون. اون تخوا زو افيك تخوا زاكسون ديفيرون. إذن عندنا ثلاثة أ. ثلاثة أحرف أ مع ثلاثة أكسون. طبعا نتكلم هنا عن أكسون. وكلمة أكسون في معنى آخر ممكن أن تعني ما يشبه اللهجة. وكلمة أكسون ممكن أن تعني في معنى آخر ما يشبه اللهجة. أحيانا نسمع شخص يتكلم فنقول له مثلا أنت من شمال المغرب، أو نقول له أنت من جنوب المغرب، أو من وسط المغرب، أو أن لهجتك مثل المصريين أو التونسيين أو السوريين. إذن طبعا من خلال كلام الشخص، إذن طريقة كلام الشخص ممكن تحدد أصله. هنا نتكلم عن أكسون بما يشبه هذا الأمر إلى حد ما. كما نتكلم هنا عن تغيير في نطق ما. تغيير في نطق ما. طبعا أه نعرف بأنها تنطق أه. نقول مثلا غ، أو نقول مثلا د، أو نقول مثلا ل. لكن عندما نضيف لها هذا أكسون يصبح النطق لي، ويصبح النطق هنا دي لي إلى غير ذلك. إذن طبعا نغير في النطق، لذلك نسمى أكسون. الأولى تسمى أكسون إيغي. أكسون إيغي. الثانية تسمى أكسون غراف. أكسون غراف. والثالثة تسمى أكسون سيركونفلكس. أكسون سيركونفلكس. هناك من يسميها أكسون شابو. كما نتكلم عن أكسون على شكل طربوش. إذا عندنا كما قلنا أكسون إيغي، أكسون غراف، أكسون سيركونفلكس. ثم عندنا هذه الجملة كما نلاحظ هنا عندنا روني.
ني كما رأينا. ثم عندنا كما رأينا هنا غي غي لأن عندنا هاد أ فوق أكسون إيجي كما قلنا. إذن هاد أ التي فوق أكسون إيجي تنطق أي. ننطق إغ أ أكسون إيجي ننطق هنا غي. ثم عندنا إم إي تنطق مي غيمي. ثم عندنا أي. هل تتذكرون أطي؟ والمقصود بها طبعا واو العطف. إذن عندنا غيمي أ ميغو. عندنا غوني غيمي أ ميغو. غوني غيمي أ ميغو. طبعا كما تلاحظوا بأن عندنا الترتيب اللي تنشوف هنا عندما يكون عندنا ترتيب لكلمات أو معلومات أو أفكار. إذن طبعا نضع الكلمة الأولى وبينها فاصلة ثم الكلمة ما قبل الأخير والكلمة الأخيرة نضع بينها هاد أي. إذن نقول غني غيمي أميغو. ما شأنهم؟ على بيش على بيش يعني أنهم في الصيد. طبعا نتكلم هنا عن لا بيش. لا بيش هو صيد الماء. صيد الماء نتكلم عن صيد السمك مثلا. نتكلم مثلا عن صيد السمك يسمى لا بيش. لا بيش هكذا. لا بيش تأتي من فعل بيشي بيشي. أما صيد البر صيد البر أنك تستعمل بندقية مثلا لتصيد أرانب أو تصيد الطيور. هنا نتكلم عن لا شاس. نتكلم عن لا شاس. إذا طبعا نتكلم عن صيد البر. طبعا هذه كلمة لا شاس تأتي من فعل شاسي. تأتي من فعل شاسي. أما بيشي فهذا صيد الماء. نتكلم عن فعل إصطاد. إذا نتكلم عن صيد الشباك في الماء أو استعمال الصنارة من أجل صيد السمك. إذن عندنا هنا كما قلنا غوني غيمي أميغو. أميغو والكلب على بيش أنهم في الصيد. أبخي هنا لا لتر إغ. أبخي هنا لا لتر إغ. عندنا حرف إغ. إغ أفيك أو سو برونونس غو. إغ إي أو سو برونونس غو. إر و أو ينطق غو. إذن عندنا هاد لاسيلاب. عندنا هاد لاسيلاب اللي هو المقطع اللفظي غو. ثم عندنا إغ أو أكسون غراف. إغ أو أكسون غراف. إذن طبعا يكون فيها بعض الإطالة هنا. نقول غي غي. مثلا هنا نقول غي غي. هنا غي غي. يكون بعض الإطالة. هنا عندنا غا غا. غي 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 غي. ثم عندنا غ غ. هنا عندنا أ بدون أكسون. إذن طبعا ننطقها غ. ثم عندنا هاد أ أكسون سيركونفلكس مع إغ تنطق غي غي غي. سنتحدث عن هاد الأكسون فيما بعد. الذي يهمنا الآن هو أن نعرف نطق هاد ليزاكسون. ثم عندنا غو كما في البداية. عندنا هنا غو. ثم عندنا غي غي غي. أبخي كما لو فويو إنسي أون دي مو كي كومبخين بخوميارمون لي دو لتر ألا فوا إي إي أو.
إذن كما نلاحظ عندنا بعض الكلمات مرة واحدة تتضمن إي و أو. كون إكزامبل مثلا دومينو 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 دومينو. إذن الكلمة تتضمن إي و أو يعني دفعة واحدة، أنها تتضمن مرة واحدة إي و أو. أبخونا ميرو ميرو لومو ميرو كومبخون لومو ميرو كومبخون à la fois I et O. Après, on a kilo. De la même façon, ce mot comprend à la fois I et O. بنفس الطريقة هذه الكلمة تتضمن في نفس الوقت I و O. Après, on a quelques mots comme nous le voyons ici qui comprennent à la fois E et R. بعد عندنا هذه الكلمات المتضمنة في نفس الوقت E و R. Comme exemple, le rat. Le rat. طبعا تنعرف بأن الطي الموجودة في كلمة غا أنها لا تنطق. Le rat. Le rat. إذا نتكلم عن الفأر. إذا كما قلنا عندنا le rat. Après on a le rire. Le rire. طبعا نتكلم عن الضحك. ومنها فعل rire. فعل ضحكة. هذه الكلمة مسبوقة بعد له. هذا يعني بأن هذا اسم. هذا يعني بأن هذا اسم أو مصدر. إذن لا نتكلم هنا عن فعل مادام أنه مسبوق بعد له. طبعا نتكلم عن ال. فيما بعد سنعرف بأن هناك له الضمير. فيما بعد سنعرف بأن هناك له تتعلق بالضمير. وهذا طبعا سنعرفه من خلال سياق الكلام. إذن طبعا لو غيغ المقصود به الضحك. أبخي هنا لغوتي. لغوتي طبعا نتكلم عن لحم مشوي يسمى لغوتي. عندنا هنا لغوتي. عندنا أو فوقها أكسون سيركونفلكس. إذن طبعا هاد أو تنطق مثل أو الأخرى، فقط أنها تضاف لها هاد الأكسون بهذا الشكل حتى لا يقع هناك خلط. لغوتي le rôti. Le rôti comprend à la fois E et R. Et le rôti تتضمن في نفس الوقت E et R. Après, on a des mots qui comprennent la lettre A. Comme exemple, la balle. La balle. La balle. La balle. La balle. La balle. Après, on a papa, papa. Ce mot-là comprend deux A à la fois. Deux A à la fois. Et dans les kalimat, ça donne deux A en même temps. Après, on a la dame. Comme nous voyons, on a la dame. La dame. La dame. La dame. Seyida. La balle, المقصود بها الكرة. Et enfin, comme nous le voyons, on a R. وفي النهاية كما نرى عندنا R. E. R. 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 Après, on a ma mère. Ma mère. Ma mère. طبعا نتكلم عن ma mère. Ma mère. Ma mère. يعني أمي. أمي. طبعا la mère هي الأم. إذا تكلمنا عن la mère يعني الأم. أما إذا قلنا ما مير إذا المقصود هي أمي. إذا قلنا تا تا مير يعني أمك. أمك. أمي. أمك
أو أمك نفس الشيء هنا. إذن أقول أمي أنا سواء كنت أنا أنثى أو ذكر، أقول أمك أو أمك. طبعا هالطاء تستعمل لي الجنسين. ثم عندنا مثلا نقول سا ماغ، سماها يعني أمه أو أمها نفس الشيء. إذن نقول ماماغ أماغ سماغ، سماغ يعني أمه. إذن حتى لا نطيل نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.